إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا. عباد الله، رجل ممن كان قبلنا حدث عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم فذكر أنه حوسب فلم يوجد له من الخير إلا عمل واحد استوجب به شكر الله له ثم مغفرته لذنوبه، فيا ترى ما هذا العمل العظيم الذي عمله هذا الرجل فاستحق شكر الله سبحانه وغفرانه لذنوبه؟ هل بذل مالا أم نال شهادة؟ لقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم عمله فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وجاء في رواية في صحيح ابن حبان: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك كان على الطريق كان يؤذي الناس فعزله فغفر له. الله أكبر، هذا الرجل أدركته رحمة الله بسبب غصن شوك أزاله من طريق الناس فشكر الله له فغفر له. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تزيل حجرا أو أذى من طريق الناس فربما غفر ذنبك بذلك. عباد الله، لقد دخلت الجنة امرأة بسبب تمرة، وهذه قصتها في صحيح مسلم، تحكيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما
الحمد لله رب العالمين، والصلاة